برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور والاستثمار. الكلمة دي بنقف عندها دلوقتي، يعني استثمر في ايه؟ في ناس عندها امكانيات مادية، عندها مبلغ شايلاه محوشاه مكافأة، اروح اشتري بيها ذهب، اشتري بيها عقار. بس انا وقفت عند المقارنة النهاردة بين الاستثمار في التعليم التكنولوجي تحديدا، والاستثمار في الذهب او في العقارات. يعني هل فعلا ممكن يبقى في مقارنه كبيره يقولك الاستثمار في التعليم التكنولوجي النهارده اكبر واغنى من انك تستثمر في ذهب او في عقار؟ مش عارف الحقيقه، لكن احنا شايفين انه في توجه كبير جدا من الدوله دلوقتي واهتمام كبير بالتعليم التكنولوجي سواء على مستوى المدارس او على الجامعات التكنولوجيه، وفي دول كتير اكيد سبقتنا كمان وحققت نجاحات في المجال ده. تعالوا نشوف ازاي ممكن نستثمر فيه، ولو احنا ما لحقناش نفسنا يبقى في الأجيال الجديدة وفي أولادنا، وإزاي ممكن نحقق الاستثمار والمكاسب من خلال التعليم التكنولوجي. بيسعدنا وشرفنا جدا دكتور صفاء السيد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم جامعة عين شمس. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل. أهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. صباح الفل. الاستثمار في التعليم التكنولوجي، رأي حضرتك في إيه؟ يعني إزاي الواحد يستثمر، البلد إزاي تستثمر فيه في الفترة اللي جاية؟ إحنا شايفين الفترة اللي فاتت دخول القطاع الخاص، بنشوف يعني أسامي كبيرة زي السويدي مثلا النهاردة عامل مدرسة بهذا الاسم، زي شركات في النسيج زي عاملين النهاردة مدارس تكنولوجية. موضوع المدارس التكنولوجية والاستثمار فيها، هو طبعا أنا بحييكم الأول على اختيار الموضوع، وفكرة الاستثمار التكنولوجي فكرة ذكية جدا. نتيجة الاختلافات الكبيرة حول اللي بيجي في مخ أي إنسان، أستثمر في إيه؟ هل أستثمر في البشر؟ هل أستثمر في مهارتي؟ هل أستثمر فلوسي زي ما حضرتك قلت في المقدمة؟ هل أحطها في عقار؟ هل أحطها في ذهب؟ هي الفكرة كلها في قيمة الشيء. قيمة الشيء نفسه أنت بتزوده. يعني إحنا عم نحط ليه فلوسنا في عقار؟ لأن الفلوس لو سبتها فلوس قيمة ورقية، بعد فترة هتلاقي ليست لها قيمة، مش هتقدر تشتري بيها أي حاجة. وكلنا عشان كده بنهرب من المخصصات النقدية. فبيقول طب أنا أستثمر في أفضل استثمار هو استثمار في البشر. البشر نفسه، أنك تستثمر في طفل، في بشر، في نفسي، في التطور، لأن هو ده اللي بيفتح لي كل المجالات. فحتى الاستثمار التكنولوجي أو الجامعات التكنولوجية فكرتها جاية منين؟ فكرتها جاية من أن مصر كانت رائدة في الصناعات والمهارات، صناعة السجاد، صناعة الذهب، صناعة النحاس، صناعة الأساس، وكانت رائدة جدا في التصدير، وبالتالي كان مكاسب مادية خرافية. أنا بنصدر عمالة كمان. بنصدر عمال. لكن لما بدأت الناس تتجه للتعليم فقط، والتعليم والبعد بقى عن الزراعة والبعد عن الصناعة والبعد عن الحاجات ديت، بدأنا نستورد، اتعكس الوضع، بقينا نجيب حتى من الإبرة للصاروخ أو من أي حتة من الصين أو غيرها على سبيل المثال يعني. وبالتالي طب أنا الفن فين؟ المهنة اللي بتميز مصر فين؟ التراث المصري فين؟ فبدأت نقول طب الجامعات أو التكنولوجية أو المدارس التكنولوجية قائمة على إنك بتعلم الانسان مهاراته، يعني التواصل بيبقى ما ياخدش بكالوريوس بس، يعمله 2 باي 2. يعني ايه 2 باي 2؟ يعني بياخد زي الدبلوم الاول سنتين بس في احد الحاجات، زي ما حضرتك ذكرت السويدي مثلا، نشوف على الكهرباء، نشوف على السيارات، نشوف على التكنولوجيات. ده موجود، ده حقيقه، موجود حقيقه طبعا. حتى في السياحه في مدرسه دلوقتي بقت داخلي وبتعلم الواد اللغه يعني بياخد الشهاده، لكن بوفر لك كمان معاها الشغل. جميع المجالات دلوقتي، لان اصبحت حتى الدوله بتوفر في كل محافظه جامعة وممكن أكتر من جامعة، في القاهرة الجديدة، في بني سويف، في المنوفية، في غيره وغيره. وبدأت أيضا المصانع أو يعني رجال الأعمال وكده اللي عندهم مصانع يحطوا التدريب عندهم. هو الأول دكتور العزوف كان عن الدراسة في الحاجات دي إيه؟ وليه كنت بتجه إن أنا أدور أدخل ثانوية عامة وأدخل مش عارفة كلية إيه؟ كان الحلم في اني اخد شهاده يتقال عني ده الباشمهندس، ده الدكتور، ده مش عارف ايه، وفي نفس الوقت يمكن اعرف اسافر اشتغل حاجه ولا الاقي شغلانه ليها فلوس ووضع اجتماعي. النهارده لو العكس اتوفر، انا وفرت لك الشهاده الكبيره او العاليه اللي انت بتحلم بيها، بس في نفس الوقت خليت يبقى عندك مصدر دخل ورزق كبير تعمل بيه مستقبل.
زي ما حضرتك قلتي كان زمان احنا حلم الشباب وحتى حلمنا احنا ان احنا مثلا نطلع معيد في الجامعه او نطلع موظف في الحكومه او نطلع مدير في بنك او ايا كان، كانت الوظيفه الحكوميه هي الوظيفه الامنه، هي الامنه واللي بتوفر لي دخل وتوفر لي معاش. النهارده بعد ما الدنيا اتغيرت وحتى المعاش الحكومي ما بيوفرش حاجه، يعني لو حد مثلا دكتور زي كده ممكن ياخد 2000 جنيه بعد المعاش بالظبط، طب هو مش هيعمله حاجه اساسا، مش هيجيب له الدواء بتاعه حتى، فاهماني ازاي؟ فالفكر نفسه تفكر عالمي، فكر تغير انفتاح التكنولوجيا عملته، ان انا مش بشتغل في الحكومه دلوقتي، انا بشتغل في اي مكان في العالم حتى من وانا في مكاني، وبالتالي هو ده الاستثمار الحقيقي. انا ممكن اشتغل في امريكا، اشتغل في انجلترا، اشتغل في الامارات، اشتغل وانا موجود، ممكن في مجالات كتيره زي التدريس، زي السياحه، يعني زي التسويق، حاجات كتيره جدا، وبالتالي اتغير المفهوم اللي احنا كنا متربيين عليه. وبعدين اتعلمنا بقى ان المهارات هي الاهم من ان انا بس اكون معايا شهاده. يعني مش شرط يبقى شهادات كتير والخريجين كتير، لكن الوظيفه بكل واحد او اتنين، مين هو اللي اثقل مهاراته بالتكنولوجيا وغيرها في المجال اللي هو هيشتغل فيه. ده بقى اللي بتساعد فيه التكنولوجيا في الاستثمار. الحاجه الثانيه، الشركات العالميه الكبيره زي الفيسبوك وجوجل والمايكروسوفت اند سو اون عملت استثمارات كبيره وطرحت حتى في البورصه، يعني تركت شركاتها في البورصه، فانا ممكن فعلا استثمر زي ما بستثمر في الذهب، استثمر في العقار، استثمر كمان في شركه تكنولوجيا. هم كل الشركات اللي حضرتك قلت عليها دي عملوا استثمار كبير جدا في البشر. يعني مارك زكربرج اللي هي شركه ميتا دلوقتي اللي هي تبعها الفيسبوك، كانت عامله اعلان وخدت ناس كتيره جدا، تقريبا 10,000 شاب من معظمهم كان من اوروبا، للاستثمار فيهم وصرف عليهم مبالغ كبيره جدا عشان أقوي عنصر البشري مش الآلة نفسها. ما هو حضرتك احنا في حاجتين، في ذكاء صناعي وفي اللي هو مرتبط بالآلة وفي البشر نفسه. الـ AI ده والذكاء الصناعي والذكاء البشري، احنا حضرتك في حاجة مهمة جدا، ان الانسان هو مهما عالي الذكاء الاصطناعي هو برضو اللي بيفكر طبعاً. هو برضو الاساس، هو منحة ربنا سبحانه وتعالى للانسان بصفة طبعاً. عامة، وبالتالي هو الاستثمار في كده. انا مش بقولك استثمر في ذكاء صناعي بس، انا بتكلم على ان الذكاء البشري هو الاساس اللي حضرتك بتقول انا بدور عليه او بستثمره ازاي او بقوي نفسي ازاي او مهاراتي ازاي، وبالتالي بيبدا يفتح له المجالات ويشتغل. فال10,000 فرصه عمل اللي هو وفرهم، هو بيبحث عن شباب يطوروا اكتر فرص، لان طبعا الاستثمار في البرامج، في البنيه التحتيه، الاستثمار في الذكاء الصناعي، في الجي بي تي، بيجيب لهم دخل كبير جدا. وشوف حضرتك النهارده لما قطع بس ساعه، لما بدات موظفه من عنده تقول ان في تسريب للبيانات الشخصيه وقطعوا عن العالم ساعه واحده بس عن الفيسبوك، خسر في كل دقيقه $1,000. مش شاكه كان الرقم ممكن يكون اكتر، يعني في الدقيقه مش في يعني هيخسر اكتر بكتير. هو اكيد اكتر، يعني مش فاكره الرقم قوي، انا قريته فعلا، لكن عايز اقول لحضرتك ان الاستثمارات هائله ضخمه، تمس العالم، تمس النهارده اجتماعياتنا، تمس الانسان بصفه عادي، العادي والغير عادي. مش المتعلم بس، لان التكنولوجيا بتسير الاعمال في جميع المجالات وبتفتح مجالات كتيرة. يعني حتى مثلا زي العاصمة فيها مثلا معرفة، مدينة المعرفة، مدينة المعرفة دي فيها كل شيء سمارت أو كل شيء إلكتروني، ده بنستفيد بقى منه في توفير الطاقة، وبنستمر بتوفير الداتا نفسها. والبنك النهاردة بقى حضرتك مثلا العيد جاي ما بقاش قلقانين، كان زمان لازم يكون معانا فلوس قبلها، لكن النهاردة في ATM شغال 24 ساعة. البيت النهاردة دكتور، يعني البيت النهاردة أي حد بيأسس شقة بيفكر إزاي يعملها سمارت، يعني بالزبط. ودي برضو تحتاج عامل أو مهندس أو مهارة معينة، اللي هي كل حاجة ما يحصلش تسريب غاز، لو أنا سافرت مش عارفة حصل مشكلة في الكهرباء بقدر أشوفها وأتحكم فيها من الموبايل، يعني حتى التفاصيل بتاعت حياتنا بقت مرتبطة بده. بس احنا ايه اللي ناقصنا دلوقتي عشان العقلية دي او الثقافة دي تبقى عند الشباب الصغير اللي لسه مقبل على انه يدخل التعليم ده؟ فانا يبقى ده اختياري، مش عشان زمان كان ما جبتش مجموع فدخلت تعليم فني ولا تعليم صناعي، النهاردة باختياري انا عايز ادخل التعليم ده، هستثمر في نفسي وفي مستقبلي. هو طبعا بحيي حضرتك على السؤال. اولا هو التعليم مش فني بس، هو التعليم موجود في لغايه الدكتوراه ولغايه الاستاذيه. من الحاسبات، يعني حته ان انا متخصص في التكنولوجيا في كليات زي كليه التربيه النوعيه، الحاسبات والمعلومات، الهندسه، غيرها. فانا التعليم الفني قصدي انه مش بيعتمد بس على النوع النظري،
انا بتكلم على المهارات، المهارات اللي ممكن تستخدم التكنولوجيا في عالم السيارات، في عالم زي ما حضرتك قلتي انا باسس بيت، في عالم الكهرباء، في عالم كل حاجه. فالتكنولوجيا الحديثه اصبحت متوفره في جميع المجالات، هي دي الفكره. الحاجه الثانيه انا يعني اشجع الولاد ازاي او ان انا اعلمهم ايه نظرتهم، نظرتهم هي في حاجتين يمكن حضرتك كنت جايبه فقره قبلها اللي هي فقره ازاي استمع للطفل، ودي حاجه مهمه جدا لان انا عندي القيم وعندي التكنولوجيا. التكنولوجيا دايما سلاح ذو حدين، سلاح قوي جدا يستثمر، وبعدين في حد حاجه ما اقدرش امين على طفلك او امين على اي طفل في اي مدرسه انه يستثمر او يتعامل مع التكنولوجيا لوحده، لانها ليها حاجات كتير وليها ابعاد كتير. زي ما ليها مزايا ليها كمان مساوئ، والمساوئ دي مثلا ممكن تؤدي بالطفل انه ينتحر، ممكن ينحرف بالفكر بتاعه، ممكن يتلوث ثقافيا، ممكن يقلب على المجتمع بتاعه، ممكن يقلب على ديانته نفسها. فبالتالي احنا الفكره كلها ان التكنولوجيا بحذر، يعني التكنولوجيا ممنهجه وفق منظومه زي ما الدوله ماشيه. انا مثلا لا شيء بنشجعه من خلال المدارس، فالمدارس دي مثلا بتعلمه ازاي حضرتك بتتعلمي على التابلت والحاجات اللي تفيده، بتفهمي في نفس الوقت ازاي ينتقي العابه. بس يا دكتور احنا لو مشينا بنفس النهج اللي احنا ماشيين بيه هيطلعنا نفس المخرجات ونفس الخريج اللي احنا بنشوفه. اعتقد الرئيس يمكن من سنه او اكتر كان اتكلم ان هو عايز يجيب شباب الجامعه بتوع التكنولوجيا ومش عارف ايه ويديهم منح وبالاف الدول، مش عارف المنحه ب 20 30 الف دولار حاجه كده، وقال ما فيش مشكله ياخد عدد كبير. بس لما جم الناس تقدم هو مش لاقي عدد، يعني مش لاقي كفاءات يدعمها. ما هو مش هيروح يدعم واحد فاشل ويقول له هدفع لك 30 ألف دولار، هو برضو عايز يعني عيال كده ناصحة وحلوة، مش لاقي. مشكلة حقيقية لازم نعترف بيها في الجامعات والمدارس، وهي عدم التحديث الكامل. مفيش جودة. لا سيبك من الجودة، أنا مثلا كل يوم بتحدث حيفا من الجودة عندنا إلى حد ما، برغم ما بحب الجودة يعني، بس إلى حد ما ورقية، ما هياش بتنتمي أو منظومة الطريقة. لكن الفكرة أن أنا كل يوم بيطلع لي جديد. هل الجامعات عندها القدرة المالية والمؤسسات أن يجيب مثلا البرامج الجديدة كلها زي شات جي بي تي وهكذا وتعلمه؟ لا. هل مثلا عندهم برامج جديدة في الأندرويد والفرق بينه مثلا وبين الحاجات التانية؟ مش كله. الويب أبليكيشن والتطبيقات مش كلها. ليه؟ طب حتى لو كان هتلاقي في دكتور فردي، في مواعيد فردي، الفرادة ما هيش ممنهجة. الحاجة التانية الأطفال نفس الشيء، في ناس بتحب الشيء ده فبتحبه، في ناس ما بتحبوش خالص، بتاخده على إنه مادة، مادة علمية وبالتالي أنا عايز أنجح فيها. دي والحاجة التانية ممكن يكون مادة اختيارية أو مادة حتى ما يحطوا التحول الرقمي، مش للموظف إلا في العاصمة الإدارية إلا لما يتعلم على الأقل أتليست الكذا. بتعلم إيه؟ بتعلم وورد، بتعلم باوربوينت، بتعلم حاجات ليه كانت زمان كبيره وحديثه وناس ما تعرفهاش النهارده كلها عارفينها. لكن مش هي دي التكنولوجيا. التكنولوجيا حاجات كتير جدا، التكنولوجيا متغيره كل يوم، حتى اللي احنا بندرسه في الجامعه بيتغير ثاني يوم. المشكله فين عشان اقدر اوصل بالتكنولوجيا من غير ما افضل على قديمه اللي كان من سنين لسه انا يا دوب بعلمه للناس دلوقتي؟ يعني نقف فين عشان اقدر ادي للناس اللي يناسب العصر والوقت اللي احنا فيه، احنا في سبق مع الزمن يعني. المشكله في المعلم والاستاذ الجامعي رقم واحد، لابد ان انا اطورهم هم شخصيا. في المعامل رقم اثنين، في توفير البيئه المحتكه بقى بالعالم وانها بتشتغل بروجكت وتعاون رقم ثلاثه، في المشروعات اللي بتوفرها مثلا زي البحث العلمي اخفف منها يعني البروسيس اللي هي بتتقدم بيها وبالتالي بتعقد سؤالنا، اسهلها على الناس يعني. اسهلها الى حد ما عشان يلتقي. في النشر العلمي والدولي، يعني مثلا استاذ بقى لي 13 سنه فممكن اقول لك انا مش عايزه خلاص اعمل ابحاث، انا مش هترقى، لا انا عندي طلبتي وعندي مدرستي وعندي العلم. الحاجات التانيه ممكن اتعاون مع حد بره في الخارج، ممكن اتعاون في كارير تاني في التخصصات البينيه، الحل في المصانع زي ما هم عملوا. حاجات كتير الحلول مش سهله، فعشان كده عايز الرئيس فعلا. بنتمنى طبعا نشوف حلول، بس يعني برضو بنتمنى نشوف يعني التعامل مع العقول اللي بتمارس التكنولوجيا ما يتعاملش معاها بعقول ورقيه. يعني انا ساعات حد يبقى بيتكلم في تكنولوجيا وموضوع كبير وموضوع كبير قوي وبيروح مثلا لحاجات حكوميه، لا ما انت ما مضيتش، ما انت ما خدتش، انت مضيت ثلاث امضات بس ناقص امضتين ما مضي، وحاجات كده يعني. فبنتمنى يعني نشوف البيروقراطي ده اساس بقى، ده احد الحلول اللي المفروض تتحط في المنهجيه اللي المفروض تتغير فعلا، لان احنا في تحول رقمي. انت حضرتك لما زمان لما كنت بسافر دوله كنت لازم اخد التاشيره والتاشيره على الجواز واصورها واخدها اصل النهارده ما بيحصلش الكلام ده، بيعتلم موبايل
فهماني ازاي؟ طبعا مش في مصر لكن على طول بسافر اي دوله يروح مديك التاشيره. طب انا اروح ما بيسالنيش تاشيرتك فين؟ ببص لقيت دخلت. الله، هو عارف ازاي؟ عارف ان التحول الرقمي، عارف ان هي اوريدي. لو في تاشيرات دلوقتي بتيجي على الميل والمطارات ما بتختمش، ما بتختمش. هو هو ده مجرد ما بيشوف بصمه عين او بصمه ايد بيجيب البيانات كلها. هو كل ده تطور في ال 20 سنه 30 سنه الاخيره بس. فتخيل بقى ان دول التطور اللي وصلنا له هيبقى اضعاف اضعاف. بنتمنى طبعا يا دكتوره، وبنشكرك جدا، نورتينا، وكل سنه وحضرتك طيبه. الدكتوره صفاء السيد، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بجامعه عين شمس، بشكر حضرتك جدا. نورتينا دكتور صباح الفل على حضرتك. شكرا لوجودك معانا، ونشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده. بكره ان شاء الله 9 الصبح حلقه جديده وصباح جديد، ويومكم جميل. صباح الفل.